انتهاك مستمر واستغلال للنفوذ ينعكس على المساحات الخضراء التي تتحول في ليلة وضحاها إلى عمارات ومحلات تجارية. الشارع في مركز المحافظة تكريت نظم أكثر من وقفة احتجاجية على ذلك، طالب من خلالها إيقاف ما وصفه بالمؤامرة من خلال الاستغلال لهذه المساحات الخضراء، والتي هي ملك عام لا خاص بجهات متنفذة مجهولة تستغل مناصبها في تحويل جنسها وعائديتها. نحن نظمنا أكثر من وقفة احتجاجية ونرفض التعدي على ممتلكات الدولة والأراضي الزراعية، وإذا استمر الحال على ما هو عليه احنا راح نظل ننظم وقفات احتجاجية ضد هذا الشيء. تغير حتى تصير محلات أو عمارات سكنية تابعة للسياسيين وتابعة للمتنفذين، تابعة لأصحاب المال، وهذه فت كارثة. ولذلك احنا حتى من خلال وقفاتنا الاحتجاجية طالبنا سيد المحافظ ونطالب ايضا رئيس الوزراء بالتدخل، لانه هذا الموضوع لابد انه يتوقف. إدارة المحافظة وكما جاء على لسان ناطقها الرسمي انها تعمل وفق القانون والتعليمات الواصلة اليهم بهذا الخصوص، وأن إدارة المحافظة تقف ضد هذه الانتهاكات لأراضي تعود بالفائدة العامة للمدينة. إدارة المحافظة تعمل وفق القوانين الموجودة والتعليمات الموجودة، خلاف هذا إدارة المحافظة تقف بوجه كل من يحاول يستغل أراضي بشكل عشوائي. هذه أملاك البلد وأملاك الجميع، وإدارة المحافظة هي مؤتمنة على تلك الممتلكات. مساحات خضراء واسعة كان من المفترض أن تكون لمشاريع خدمية تنهض وترفع من الواقع الخدمي، يريد الاستغلال والطمع أن يحول جنسها العام إلى جنس جيبه الخاص. من صلاح الدين، فراس الحسني، قناة التغيير.